في المسألة دي هتعلم حاجات كتير. عندنا خزان هنا البعد ده 12 متر، ارتفاع المية هنا 4 متر، وفي عندنا جزئين دائريين كل واحد منهم 3 متر، وسائل اللي جوه الخزان الاس بتاعته او الريلاتيف دنسيتي 1.2. النقطة دي اسمها A B C D E F، دي النقط اللي عندي في الخزان. تعال نقرا راس المسألة. For the 8 meter length tank، عندي البعد العمودي هنا 8 متر. Find the resultant hydrostatic pressure force، عايز اجيب محصلة قوة الضغط اللي بتأثر على acting on the surfaces. خمس أسطح A B B C C D دي اي واي اف. في المساله ديت هنبدا الاول مع بعضينا كده بالاسطح المستويه السهله. اول حاجه السطح اف اي واي بي وسي دي، ثلاث اسطح مستوى. طبعا احنا عندنا ده خزان متعرض للهواء الجوي، يعني البريشر على السطح هنا ايه، بتساوي صفر، وكل ما بنزل لتحت الضغط بيزيد. جام اوف اتش بريشر انتنسيتي او شده الضغط بوحدات الطن بير متر سكوير او قوه على مساحه بتزيد. يعني هنا الضغط هنا في صفر، كل ما بنزل لتحت هنا الضغط بيزيد، بيكون عندي في البعد اللي هو التو دايمنشن ده مثلث، ولكن احنا بنقول عليه منشور الضغط، لان احنا لازم ناخد معانا العرض بتاعنا لان هو بيأثر على السطح طوله او عرضه 8 متر. نفس الكلام بالنسبه للضلع اي بي اللي عندنا هنا. عندنا الضلع اي بي في هيدروستاتيك بريشر فورس بيأثر، عباره عن مثلث او منشور ضغط في البعد العمودي في 3 دايمنشن. اما عند القاع هنا فالضغط متساوي لانه جاما في اتش اللي عندي الاحداثي ده، هنجد ان الضغط هنا ايه بتساوي عندي على كامل مسطح القاعده اللي عندي هنا ايه سي دي، والضغط ده كله برضو بيساوي ايه جاما في اتش. عشان نجيب قوه البريشر انتنستي عند الاسطح المستويه اقول هنا جاما في اتش، الجاما عندي 1.2، هي طبعا دي الاس بضربها في جاما ووتر اللي هي 1 طن بير متر كيوب بير متر كيوب، يبقى الضغط هنا شدته 4.8 طن بير متر سكوير. بوينت هنا مش باينه معلش، هنا اللي هي الارتفاع بتاعي اللي هو الاربعه والثلاثه، اللي دايره بس قطرها ايه 3 متر، يبقى 7 في 1.2 يعني 8.4 طن بير متر سكوير، وهنا برضو نفس الكلام 4.8 طن بير متر سكوير. عايزين نجيب محصله قوه الضغط. نبدا نشوف لما نيجي نركز المنشور اللي على الشمال على السطح اي بي والمنشور على السطح اي اف والمتوازي المستطيلات الموجوده على السطح سي دي، فهيدينا محصله قوه ضغط. دائما المحصله بتبقى عموديه على السطح، يعني الزاويه دي حضراتكم 90 درجه، ودي القوه اللي هنسميها بي على السطح اي اف، بينما هنا دايما الضغط عمودي على السطح، وهنسمي القوه دي بي على السطح اي بي، دايما بتبقى عموديه على السطح. وهنا نفس الكلام القوة دي اسمها بي على السطح سي دي، ودايما برضو تبقى عمودية على السطح. نقطة التأثير بتاعتها المسافة دي بكام تفتكر؟ ده مثلث يبقى التلت، يعني 1.33، يعني من السطح هنا 2.66 او 2.67 بالظبط. نفس الكلام بالنسبة للقوة اي بي، المسافة دي بكام؟ 1.33. المسافة دي بكام بتاعتي اللي هي بتأثر عليها قوة سي دي؟ اشوف بقى عندي الخزان من فوق ده 12 متر، راحوا منهم 3 في الدايره دي و3، يتبقى 6، يعني دي 3 متر ودي 3 متر. لو عايز تحدد نقطه التاثير بتاعتي على السطح البعد العمودي هسقطه في السايد فيو هنا. عندي الخزان اللي عندي ده اهو كده، معلش الضلع ده باظ مني شويه. البعد ده كله العمودي كام؟ 8 متر. النقطه ديت بتاثر في النص هنا عند النقطة دي على بعد قد ايه حضراتكم من هنا كده، دي 4 متر ودي 4 متر. كده احنا جبنا نقطة قوة الضغط كاتجاه ونقطة تأثير وخط عمل، بس أهم حاجة المقدار، ما جبناش المقدار. فالمقدار اللي عندي سهل انه يتحسب، هنقول انه البي على السطح اي بي هي نفسها نفس المقدار البي على السطح اي اف اللي هو تركيز المثلث. تركيز المثلث هو عبارة عن ايه؟ نص في 4.8 4 4.8 في الارتفاع بتاعي 4 في 8 متر البعد العمودي. اما القوة على السطح سي دي اللي هي عبارة عن تركيز متوازي المستطيلات ده اللي هو عبارة عن 8.4 شدة الضغط في 6 في البعد العمودي 8،
هيطلع لنا المقدار ده بالطن وده بالطن، هيطلع بكام بقى؟ بالنسبة للمثلث هيطلع 76.8 طن. أما بالنسبة على القاعدة اللي هي سي دي، هيطلع القوة اللي عندي 403.2 طن. يعني احنا كده جبنا الثلاث اسطح المستوية. هنشوف دلوقتي السطحين الايه الدائريين. قبل ما نكمل السطح الدائري برضو نفس الكلام بالنسبة للقوة سي دي في البعد العمودي، بتأثر في نص التمانية متر في الاربعة. ادي القوة سي دي بتأثر في البعد العمودي في نص التمانية متر، اربعة واربعة. والنقطة التركيز ديت اللي هي في السايد فيو، نقطة اي اف واي بي، بيأثر في نص البعد الايه العمودي. نيجي بقى للسطحين المنحنيين بي سي اللي هو هنا، زائد السطح الثاني اللي هو السطح المنحني اللي اقصده اللي هو بي سي اللي هو ده، زائد السطح الثاني اللي هو دي اي. عشان تحسب الهيدروستاتيك بريشر على السطحين دول لازم يتحسبوا بطريقه المركبات اللي هو السطح المنحني. طريقه المركبات بمنتهى البساطه، بناخد السطح المايل ده نسقطه على المستوى الراسي وليكن بي داش سي وهنا اي داش سي، وبنبدا نتعامل معاه كانه الحائط ده حائط راسي. فبنركز الهيدروستاتيك بريشر من السطح الحر هنا من عند النقطه دي صفر لحد تحت هنا كام؟ جاما اف اتش اللي هي 7 في 1.2 من 10 ب 8 و4 من 10، والقيمه هنا كام؟ 4.8 من 10 جاما اف اتش. نفس الكلام برضو هنا هيدي 8 و4 من 10 و4.8 من 10. كاننا بنسقط السطح المايل المنحني ده على مستوى راسي وبنحسب الهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن شبه المنحرف اللي هو ايه حضراتكم هنا ده كده. شبه المنحرف ده احداثي هنا 4.8 من 10 هنا 8.4 من 10، بنركزه كقوه بي 1 وبي 2. هنجد ان القوه بي 1 وبي 2 اللي بتاثر على السطح بي سي او على السطح اي دي نفس المقدار، ولكن الاتجاه هو المختلف. فبنيجي نحسب القوه بي 1 اللي هي 4.8 من 10 في 3 في 8 يدينا 15.2 من 10. البي 2 هي عباره عن البي 2 هنا عباره عن تركيز المثلث نص في 3.6 من 10 في 3 في 8 43.2 من 10. حبينا نجيب نقطه تاثير المحصله بتاعت بي 1 وبي 2، كل ما علينا ناخد عزوم القوه ديت حوالين مثلا نقطه دي، نقول بي 1 في مسافتها اللي هي 1.5 زائد البي 2 ديت في مسافتها اللي هي ب 1 بتساوي المحصله اللي هي بي اكس اللي انا حاسبها. هنقول البي اكس هي مجموع البي 1 زائد البي 2 158.4 من 10، يبقى نجي في مسافه مجهوله اسمها واي بار هتطلع لي 1.36. يبقى انا عرفت المركبه الافقيه. المركبه الافقيه هي محصله القوتين بي 1 وبي 2، ومن هنا برضو بي 1 وبي 2 اتجاههم زي ما هو واضح في الرسم، نقطه التاثير بتاعتهم على بعد متر 36، ولكن ودايما افقي بهذا المنظر. نيجي بقى للمركبه ايه الراسيه. المركبه الراسيه للسطح هنا اي دي مختلفه شويه عن سطح بي سي. السطح بي سي هي وزن السائل والسطح اي دي هي وزن السائل، بس وزن السائل هنا عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيل. مستطيل هو متوازي المستطيلات في البعد العمودي لما نضرب في العرض، زائد ربع دايره. هنا عباره عن ايه؟ مستطيل زائد الجزء المكمل لربع الدايره. فعشان اتعامل مع المساحه دي عمليه صعبه، اتعامل مع المساحه اللي هي هنا دي، المساحه اللي هي دي عمليه صعبه جدا لان انا ما اعرفش مركز ثقلها فين. فكل ما عليا اني هكملها لتحت هنا، هكمل ربع الدايره وهزود بقوه نازله لتحت ربع دايره وارجع اطرحه تاني. يعني هقول القوه اللي بتاثر على وزن السائل على السطح اي دي هو عباره عن مستطيل كبير ناقص ربع دايره. المستطيل الكبير ده ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 7، بينما البي 5 ديت هي عباره عن مستطيل صغير ارتفاعه كام؟ 4. تعالى بقى البي 3 هي عباره عن كام البعد ده؟ اللي هو 3 في الارتفاع ده كله اللي هو 7 في البعد العمودي اللي هو 8 في الجاما اللي هي 1.2 من 10. اكن بجيب الوزن ده عباره عن جاما في الفوليوم. ربع الدايره اللي هو بي 4 ده ربع دايره في باي في ار تربيع في 1.2 من 10 هي الجاما في البعد العمودي اللي هو 8. جبت القيمه دي اللي هي 67.86 من 100 طن اللي هي بي 4. بي 5 هي عباره عن نفس المستطيل بس مستطيل صغير ارتفاعه 4 هتطلع 115. والبي 6 هي اللي هي ربع الدايره اللي هنا دي
البي 6 اللي هي ربع الدايره اللي هنا دي هو هو برضو بيساوي البي 4 بس الاتجاه هنا مختلف. فالبي 6 67 و86 من 100. طيب عايزين نجيب بقى البي واي على السطح اي دي. البي واي على السطح اي دي اجيبها ازاي؟ هي عباره عن بي 3 ناقص البي 4، بينما البي واي على السطح بي سي هي عباره عن البي 5 زائد البي 6. تيجي نحسبها كده مع بعضينا هتلاقي ان على السيرفيس اي دي هي عباره عن مجموع الاثنين، بي واي عباره عن مجموع البي واي هنا عباره عن مجموع الاثنين هنا وبتدينا 133.7، اسف بي واي هنا فرق البي 3 ناقص بي 4، بينما هنا في على السطح السيرفيس بي سي بي 5 زائد بي 6 183. اجيب البي توتال ازاي بقى؟ المحصله جذر التربيع بي اكس تربيع زائد بي واي تربيع في 207.3. اجيب ازاي بقى البي توتال حضراتكم؟ هنا هي عباره عن مجموع، هي عباره عن جذر برضو التربيع بي اكس تربيع، بي اكس تربيع زائد بي واي تربيع تدينا ال 242.67 من 100. الزاويه سيتا هنا تتجاب ازاي؟ زاويه سيتا اللي هو تان ماينس 1 بي واي على بي اكس زاويه ميل المحصله يدينا زاويه ب 40 درجه وشويه، هنا يدينا زاويه السيتا اللي عندي 49 درجه وشويه. اخر حاجه عشان يعتبر اكمل المساله، عايز اجيب انا نقطه التاثير، نقطه التاثير بي واي، نقطه التاثير بي واي هنا اجيبها ازاي؟ نقطه التاثير البي واي هنا كل ما عليا هقول البي 3 في مسافتها اللي هي 1.5 ناقص البي 4 في مسافتها اللي هي ايه؟ المسافه دي السي جي بتاع نص الدايره اللي هي 4 ار على 3 باي، يطلع لي المسافه دي 1.61. اما لو حبيت اجيب مسافه البي واي على السطح بي سي بقول البي 5 في المسافه بتاعتها اللي هي 1.5، لو هاخدها من ممكن اخدها من الناحيه دي مثلا، اخد عزوم حوالين نقطه سي، يبقى بي واي في مسافتها 1.5 زائد بي 6 في مسافتها 4 ار على 3 باي بتساوي البي واي في المسافه اللي هي اكس بار هتطلع لي 1.41. نلاحظ ان البي ار بي واي هنا على السطح بي سي لازم تقع بين البي 5 والبي 6، بي 5 وبي 6، بينما البي واي على السطح ده لازم تكون خارج خطين العمل النقطتين متضادتين في الاتجاه ومع اتجاه القوه الكبيره، فعشان كده طلعت هي 1.61، طلعت هنا 1.61 اللي هي فعلا خارج الكلام ده. كده احنا جبنا محصلة القوة على السطحين المنحنيين اي دي وبي سي كمقدار ونقطة تأثير وخط عمل واتجاه، عندنا كل حاجة بس هرسمهم بالتفصيل عشان نفهم حاجات أكتر. فزي ما احنا شفنا ازاي حسبنا على السطح المايل اي دي أو بي سي، جبنا مركبة أفقية بالصدفة هما الاتنين واحد، المركبة الرأسية هنا بي 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 واي عباره عن قوه كبيره ناقص قوه صغيره، بينما هنا عباره عن مستطيل زائد ربع دايره، هنا مستطيل كبير ناقص ربع دايره، وجبنا المسافات دي بعزوم القوه عشان نجيب عزوم القوه حوالين النقطه اللي بنسوي عزم المحصله حوالين نفس النقطه، وجبنا المسافه دي متر 61 سم او 62 سم، والمسافه دي متر 36، المسافه دي طلعت متر 42، البي توتال اللي هي جذر التربيع بي اكس تربيع زائد بي واي على التربيع، جبنا هنا 242 وهنا 207. دايما بقى خلي بالك بقى اتجاه عمل المحصله دايما عمودي على السطح، وطالما هي دايره طالما عمودي على السطح لازم يمر بايه؟ بمركز الدايره، هنا وهنا نفس الكلام، طالما هو عمودي على السطح بي سي يبقى لازم هيمر ايه؟ بمركز الدايره، واجيب الزاويه الميل بتاعتي اللي هي تان سيتا ماينس 1 بي واي على بي اكس، وطلعت هنا 49 درجه وشويه وهنا طلعت 40 درجه وشويه، وبترسم سكتش بسيط كده عشان تحدد اتجاه خط عمل المحصله، يبقى مقدارها ازاي؟ قوه بي توتال 207 وشويه طن، اتجاه خط عملها واضح اهو، اتجاهها لازم توضح السهم بتاعها ازاي؟ ادي السهم بتاع القوه اهو واضح كده عمودي على السطح، ونقطه التاثير بالظبط بتحدده عندك بالمركبتين اللي هو بي اكس وبي واي. نفس الكلام بالنسبه للسطح بي سي. فدي اول مره يمكن نشتغل على سطح منحني بهذا المنظر، يعني سطح منحني بيتقسمه مركبتين افقيه وراسيه، الافقيه بتسقط السطح المايل ده على مستوى راسي، والمركبه الراسيه عباره عن اوزان السوائل فوق السطح المنحني او اللي انت بتحسب عليه. شكرا جزيلا.